بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ الصف السادس الابتدائي دارسي منهج كامبريدج، اهلا ومرحبا بكم. النهارده في الماس بنعمل جنرال ريفيجن. في السؤال الاول بيقول لي كالكوليت 423 - 298 = عندي هنا بنحط المساله دي بره وبنحط هنا 423 - 298. عندي هنا بنقول 3 - 8 ما تنفعش. نعمل هنا بنعمل بورو من 2، يبقى هنا دي 13 - 8 = 5. عندي هنا 1 - 9 برضو ما تنفعش. بنعمل بورو من 4، يبقى 4 هنا اصبحت 3 وهنا 1 اصبحت 11 - 9 = 2 وهنا 3 - 2 = 1. يبقى انا عندي هنا 423 - 298 = 125. في السؤال الثاني بيقول لي فاطمة has 72 oranges. فاطمة معها 72 oranges. 4 oranges are needed to make a glass of freshly squeezed orange juice. How many glasses of oranges juice can make? عند هنا بنقول فاطمة معها 72 oranges. كل glass بيحتاج 4 oranges، بيحتاج 4 برتقالات. يبقى أنا عندي الإجمالي كله أو التوتال كله 72 oranges، 72 برتقالة. محتاج أعمل كل كوب عصير من دول بيحتاج 4 oranges. يبقى أنا في اللحظة ديت محتاج كم glasses؟ يبقى بنقول 72 divided by 4 equal 18 glasses. يبقى أنا هنا محتاج 18 glasses عشان نقسم ال 72 برتقانة عليهم. يبقى أنا عندي 72 divided by 4 equal 18 glasses. يبقى أنا محتاج 18 glasses أعمل فيهم fresh juice. السؤال الثالث بيقول لي shed 2/5 of the shape. أنا عندي الشكل ده أو التابل ده عبارة عن 20 سكوير. عندي 2/5، يبقى 2/5 by 20. 5 divided by 5 equal 1. 20 divided by 5 equal 4. 4 by 2 equal 8. يبقى هنا المفروض ان انا هظلل 8 سكوير، يعني 8 مربعات. عندي هنا بنظلل ده 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا كده ظللت 8 سكوير. What fraction of the shape blue is shaded؟ الفراكشن ده نعمله ازاي؟ عندي هنا بنقول كم سكوير متظلل، بنقول 3 والتوتال 8، يبقى 3 over 8. يبقى الفراكشن عندي 3 over 8. في نمبر 4 بقول لي the Venn diagram، شكل Venn shows information about the children in grade 6 class. يبقى انا عندي ده شكل Venn. عندي هنا blue eyes، يبقى السيركل دي blue eyes، والسيركل دي اللي هي walk to school، وهنا السيركل دي boys. عندي هنا ايه المطلوب في المسألة؟ بيقول لي how many children in this class walk to school؟ كم طفل هنا في الفصل walk to school؟ عندي هنا walk to school بناخد الايه؟ السيركل دي. بننزل هنا ونشوف. يبقى انا عندي السيركل دي اللي هي 6 + 5 + 2 + 6. يبقى عندي 6 + 5 + 2 + 6 لما بنعمل addition لهم بيبقى التوتال كله 19. يبقى عندي هنا بنقول how many children، يبقى هنا ايه الريزلت بتاعنا او النتيجة بتاعتنا 19 children. في number 5 بقول لي here's a number fact، دي رقم صحيح اللي هو 14 by 37 = 518.
use this fact to decide whether these calculations are true or false. يعني استخدم الحقيقة ديت أو الرقم الصحيح ده وشوف اللي تحت ده هل هو true هل هو false. عندنا بنقول 518 divided by 37 equal 14. أنا عندي هنا البداية هو بيقول لي 14 by 37 equal 518. يبقى عندي لو قلنا 518 divided by 37 equal 14 يبقى هنا دي true. يبقى 518 divided by 37 equal 14 ديت بنقول عليها true لأنها بتنطبق مع المعلومة اللي أعطاهاني فوق. عندي 37 divided by 500 37 divided by 518 equal 14 طبعا دي false. ليه؟ لأن أنا عندي 37 less than 518 لأن 37 أقل من ال 518. في number 6 بقول لي write all the missing numbers in this multiplication grid. عندي هنا أعطيني زي جدول ضرب وبيقول لي هنا دي هنا علامة المالتيبليكيشن أو المالتيبليكيشن ساين ودي نمبر 8 وأعطيني هنا مجموعة من الأرقام. عندي هنا 72 وبنقول هنا 8 by what equal 72 يعني ال 8 نضربها في ايه عشان تديني 72. في اللحظة دي بنعمل ايه؟ بنقول 72 divided by 8 equal 9. يبقى انا عندي 72 divided by 8 equal 9. عندي هنا 64 وهنا 8 برضو نفس الفكرة بنقول 64 divided by 8 equal 8 لان 8 by 8 equal 64. عندي هنا في 63 divided by 9 equal 7 divided by 8 equal 56. عندي هنا 7 by 7 equal 49 7 by 8 equal 56. عندي هنا 42 divided by 7 equal 6. يبقى أنا عندي هنا عملت complete all the missing numbers. في number 7 بقول لي a box contains 30 chocolates. عندي هنا صندوق بيحتوي على 30 chocolates. How many chocolates are in 6 of these boxes؟ عندي هنا في اللحظة دي بنعمل عملية multiplication. يبقى أنا عندي 30 by 6 equal 180 chocolates. في number 8 بقول لي draw a line 68 millimeter long. You must use a ruler. يجب في اللحظة دي أن تستخدم المسطرة. عندي هنا في البداية بنقول 68 millimeter divided by 10 equal 6.8 سنتيمتر. يبقى انا عندي هنا بنرسم على المسطرة 6.8 سنتيمتر. عندي ده 1 يبقى احنا نقف عندي 0 1 2 3 4 5 6 وبنمشي في المليمتر 8. يبقى انا عندي هنا equal يبقى 68 مليمتر equal 6.8 سنتيمتر وبنرسمها بالمسطرة. في نمبر 9 بيقول لي فاطمة is thinking of a number. فاطمة بتفكر في رقم. She says double my number is 14.4. ضعف الرقم اللي بتفكر فيه عبارة عن 14.4. يبقى عندي what number is فاطمة thinking of؟ ايه الرقم اللي فاطمة بتفكر فيه؟ اذا كان هو ده الضعف يبقى ايه هو الرقم؟ يبقى هنقسم على 2. يبقى أنا عندي هنا 14.4 divided by 2 equal 7.2. يبقى الرقم اللي هي بتفكر فيه
7.2. في number 10 بقول لي A, B and C are 3 vertices of a square. A و B و C 3 نقط لمربع. عندي دي A و B و C. What are coordinates of the 4th vertices؟ A هو إحداثي النقطة الرابعة. عندي هنا بنقول دي A B C، يبقى أنا عندي دي النقطة الرابعة الإحداثي بتاعها أو الـ coordinates of the 4th vertices بالنسبة للـ X 1، بالنسبة للـ Y هنا 4، يبقى الـ coordinate هنا 1 و 4، إحداثي بتاعنا 1 و 4. بالنسبة للـ number 11 shed 5 more squares so that this shape has two lines of symmetry. عندي هنا بنحط 5 مربعات او بنظل 5 مربعات عشان يبقى فيه تماثل. تماثل يعني ان اللي فوق زي اللي تحت او اليمين زي اللي على الشمال. بنعمل شاد لبعض السكويرز، لبعض المربعات بنظللها. يبقى هنا ده 1 ده 2 ده 3 ده 4 ده 5، اصبح هنا في تماثل اللي فوق زي اللي تحت او اللي على اليمين شبه اللي على الشمال. بالنسبة لنمبر 12 raise these fractions in their simplest form، خلي الكسور دي في ابسط صورة لها. عندي 6 over 12 وهنا 12 over 15. عندي هنا بنقول 6 over 12 عبارة عن 1 by 6، يبقى 6 عبارة عن 1 by 6 و 12 2 by 6. ال 6 مع 6 cancel out بيروحوا مع بعض، يتبقى لي عندي هنا 1 over 2، يبقى 6 over 12 equal 1 over 2 يعني half، يبقى 6 over 12 equal half. عندي في fraction التاني بقول لي 12 over 15. لما بنقول هنا 12 over 15، ال 12 عبارة عن 3 by 4 وال 15 عبارة عن 3 by 5. ال 3 مع 3 cancel out بيروحوا مع بعض، يبقى أنا عندي هنا يتبقى 4 over 5، يبقى أنا عندي هنا 12 over 15 equal 4 fifths. بالنسبة لنمبر 13 write each number in its correct box to show its position on the number line. عندي هنا دول two numbers 9482 وهنا 9842. عندي هنا بنلاحظ ان انا عندي في البداية on the left على الشمال 9000 وعلى اليمين 10000. عندي in the middle اللي هو 9500. عندي little bit before the middle، هنا قبل الوسط بحاجة بسيطة little bit، يبقى بنقول هنا بنحط 9482 وعندي هنا بنحط 9842 لأن هي أقرب إلى 10000. لكن 9482 قريبة من الميدل، قريبة من الـ 9500. بالنسبة لنمبر 14 here are 3 mixed numbers، دول 3 قصور وبنقول write each number in its correct box، يبقى حط كل كسر من دول في الصندوق الصحيح له on the number line على خط الأعداد. You will not need all the boxes، مش هتحتاج كل الايه الصناديق. يبقى انا عندي هنا بنقول اصغر number اللي هو 3 و 3/4، يبقى 3 3/4 هنحطه في البداية هنا. الاكبر منه بنحط هنا 5 وهنا 1/4 وبنحط بعده هنا 7.5. يبقى انا عندي هنا ده الترتيب الصحيح، يبقى مش محتاجين الاول ومش محتاجين الاخير. في نمبر 15 بقول لي here is a 1 سنتيمتر سكوير جريد، التدريج ده او المربع اللي موجودة دي كلها 1 سنتيمتر مربع. draw a rectangle with a perimeter of 12 سنتيمتر، ارسم
مستطيل وهنا المحيط بتاعه 12. عندي هنا بنقول ده المستطيل او الريكتانجل اللي البرميتر عنده equal 12. طب دي ليه؟ لان انا عندي هنا 1 2 3 4، يبقى عندي 4 فوق وتحت 4، يبقى 4 plus 4 equal 8، وهنا 2 plus 2 equal 4 plus 8 equal 12. يبقى انا عندي هنا البريميتر 12 سنتيمتر. عندي في نمبر 16، what is the missing number؟ ايه هو الرقم اللي ناقص موجود عندي هنا؟ minus 5 بلس 3 وهنا ايكوال، عندي هنا ماينس 5 بلس 3 ايكوال ماينس 2، يبقى انا عندي النمبر هنا اللي ميسنج او اللي ناقص عندي هنا ماينس 2، يبقى بنحط في المربع ده او في الريكتانجل ده بنحط ماينس 2. في نمبر 17 بيقول لي a sequence starts at 300 and 40 is subtracted each time. يبقى انا عندي السلسله دي بتبتدي بال 300 وكل مره بنعدي بنعمل ماينس 40. بننزل تحت هنا بنكتبها بقى، بنقول 300 ماينس 40 ايكوال 260 ماينس 40 ايكوال 220 ماينس 40 ايكوال 180 ماينس 40 equal 140 minus 40 equal 100 100 minus 40 equal 60 60 minus 40 equal 20. طب ايه المطلوب في المسألة؟ بيقول لي what is the first number، ايه هو اول رقم in the sequence which is less than 0، اول رقم اصغر من الصفر ايه هو؟ احنا وصلنا هنا 60 60 minus 40 equal 20 minus 40 equal minus 20. يبقى أنا عندي هنا أول رقم أصغر من الزيرو minus 20، يبقى ده الإجابة بتاعتنا minus 20. في number 18 بقول لي draw a ring around all the numbers that are factors of 42. حط دايرة حوالين الأرقام اللي هي من عوامل ضرب 42. عندي 42 divided by 1 هيديني 42. 42 divided by 2 equal 21. 42 divided by 3 equal 14. 42 divided by 4 مش هتنفع برضو هنا، 42 برضو ما بتقبلش على ال 5. عندي 42 divided by 6 equal 7. 42 divided by 7 equal 6. يبقى انا عندي الفاكتورز بتاعت ال 42، معاملات الرقم 42 اللي هي ال 1، بنحط دايره على ال 1 او بنحط رينج عليها، وبنحط رينج على ال 2 لانها بتقبل القسمه على الاثنين، وعلى 3 وعلى 6 وعلى ال 7. في نمبر 19 بقول لي write the missing numbers in each box، حط الأرقام الناقصة في كل صندوق. 0.4 plus وهنا في space equal 1. في اللحظة دي بنقول 1 minus، يبقى هنا 1 minus 0.4 equal، هنا بنقول 0.6. يبقى أنا عندي هنا بنقول إن المربع ده بنحط فيه 0.6. بالنسبة للتاني بقول لي 3.3 بلس وهنا حطت لي سبيس ايكوال 10، يبقى انا عندي هنا بنقول 10 ماينس 3.3 ايكوال 6.7، يبقى بنحط هنا 6.7. في نمبر 20 بقول لي draw a ring around all the numbers which are multipliers of 25. يبقى حط دايرة حوالين الأرقام اللي 250 divided by 25. أنا عندي 250 عبارة عن 25 by 10، وعندي هنا بنحط 25 مع 25 cancel out، يتبقى لي هنا 10. يبقى أنا عندي هنا 25 بنحط حواليها الرينج لأنها بتقبل القسمة على 25. عندي
730 ما بتقبلش القسمه ما بنحطش عليها. بنيجي عندي 675 equal 25 by 27 وبنحط هنا 25 مع 25 كانسل اوت يتبقى لي 27. بنحط يبقى عندي هنا 675 بنحط عليها رينج. التانيين ما بيقبلوش القسمه على 25 ما بنحطش عليهم رينج. يبقى انا عندي الحل بتاعي ان انا بحط رينج على 250 وال 675. في نمبر 21 بقول لي كالكوليت 400 باي 70. عندي 400 by 70 equal عبارة عن 4 by 7 by 1000. عندي في اللحظة ديت 4 by 7 equal 28 by 1000 equal 28000. يبقى عندي هنا 400 by 70 equal 28000. بقول لي here is a number fact. الرقم ده صحيح. 18 by 5 by 6 equal 540. في اللحظة دي بنقول use this to work out. بنشوف المسألة المظبوطة دي. يبقى أنا عندي المسألة دي مظبوطة اللي هي 18 by 5 by 6 equal 540. بنستخدمها في إيجاد النتيجة دي. أنا عندي ال 18 بنحطها زي ما هي، ال 5 بنحطها زي ما هي، عندي ال 6. عندي هنا 12، ال 12 دي عبارة عن 6 by 2، يبقى بننزل 18 by 5 by 6 by 2 equal. عندي ال 2 بنحطها زي ما هي، وعندي بنقول 18 by 5 by 6 equal 540. يبقى أنا عندي 2 by 540 بنضربهم الاثنين في بعض بيديني 1080. يبقى أنا عندي النتيجة بتاعت ديت عبارة عن بنقول 18 by 5 by 12 equal 1080. في نمبر 22 بقول لي write the missing number 7.5 add 0.34. عندي هنا بنقول 7.70 plus 0.34. عندي بنعمل الاديشن بتاع المسألة ديت 0 plus 4 equal 4 7 plus 3 equal 10. بنحط هنا الزيرو ومعنا واحد 1 plus 7 equal 8. يبقى أنا عندي 7.70 plus 0.34 equal 8.04. عندي في نمبر 23 بقول لي here is a clock face showing a digital time. عندي دي الساعة الرقمية ودي الرقم بتاع الساعة الرقمية. Draw a ring around the time that is the same as showing on the block. عندي الرقم ده عاوز يشوف ايه المطابق له في كل هذه الارقام. انا عندي دي 23 وهنا 23 minute. يبقى انا عندي هنا بنقول 23 وهنا 23 minus بنقول minus 12. عندي 0 from 3 equal 3، 0 from 2 equal 2، وعندي 2 from 3 equal 1، وعندي 1 from 2 equal 1. يبقى انا عندي ديت النتيجه النهائيه اللي هي 23 past 11. 23 past 11 اللي هي دي بي ام. يبقى انا عندي ديت النتيجه الصحيحه بتاعتنا وحطينا عليها رينج زي ما هو قال، لان بيقول لي درو رينج ارسم دايره اراوند تايم ذات از سيم از ذات شوين اون ذا كلوك اللي هو دي بتساوي دي. بنحط عليها دايره وهو ده الحل بتاعنا. في نمبر 24 بيقول لي جون ريكوردز هاو ميني بوينتس ايتش اوف هيز فريندز جيت اون سبورتس داي. هير ار ذا ريزلت. جون بيسجل أرقام في يوم رياضي مع أصدقائه. سجل هذه الأرقام. What is the mood of the point؟ إيه هو المود؟ المود عند الرقم اللي هو بيتكرر كتير. هنا بنعمل rearrange لكل هذه الأرقام، بنعمل إعادة ترتيب ليها من smallest number to biggest number.
وهنا بنشوف الرقم اللي بيتكرر كتير فينا 12، متكرر 4 تايمز، 4 مرات، يبقى انا عندي المود هنا equal 12. يبقى what is the mood؟ يبقى المود عندي هنا 12. بيقول لي هنا complete the frequency table، ده الفريكوانسي تيبل وعاوزين نكمله. عندي هنا بنقول من 0 ل 4 مفيش عندها اللي هو واحد بس اللي هو رقم 4. بنحط هنا الشرطة وهنا ده التالي، وبنحط هنا الفريكوانسي بتاعه او العدد بتاعه كم واحد، مفيش هنلاقي شرطة واحدة بس، بنحط 1. عندي من 5 to 9، عندي ال 5 مفيش 5 ولا في 6 ولا في 7، ولكن عندي هنا في 8 وفي 9 وفي 9. يبقى بنحط 3 شرط كده، دول هنا الفريكوانسي هنا بتاعتنا 3، لان دول عددهم 3 بنحط هنا الرقم بتاعهم 3. عندي هنا from 10 to 14، عندي هنا مفيش 10 ولكن في عندي 11 وعندي 12 وعندي 12 وعندي 12 وعندي 12 وعندي 14. 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عندي هنا بنحط الفاي الاربعة او 4، بنحط هنا 4 بنحط عليهم الشرطة تبقى دي رقم 5، وهنا بنحط 1 بنعدهم كلهم بيدوني 6، يبقى بنحط في الفريكوانسي 6. عندي هنا من 15 to 19 15 to 9 1 2 3 4، يبقى هنا بنعمل 4 شرط تحت التالي وبنحط هنا الفريكوانسي بتاعنا 4. لو جمعنا 1 بلس 3 بلس 6 بلس 4، هنا دول كلهم هيدوني الاجمالي بتاع كل هذه النمبرز. بقول لي في نمبر 25 at the midday the temperature في الظهر درجة الحرارة in Moscow was 7، يبقى كانت 7 درجات. at midnight it was minus 3، يبقى كانت الظهر 7 وفي وسط الليل كانت minus 3. by how many degrees does the temperature fall، درجة الحرارة نقصت قد ايه؟ انا عندي كانت 7 minus وبنعمل between two brackets minus 3 equal، عندي 7 بنحطها زي ما هي و minus by minus equal plus، وعندي هنا 3 يبقى 7 plus 3 equal 10 degree، يبقى هنا هي نقصت 10 درجة. في 26 بقول لي draw a ring around the two fractions which are equivalent، يعني ارسم دائرة حوالين القصور المتساوية او في هنا كسرين متساويين. عندي هنا 3 over 5 بننزلها زي ما هي، 6 over 12 بنعمل لها reduce او اختصار equal half، 10 over 24 بنعمل divided by 2 equal 5، وهنا 24 divided by 2 equal 12. عندي هنا 15 over 25 من هنا divided by 5 equal 3، 25 divided by 5 equal 5. هنا 7 divided by 7 equal 1، وهنا 21 divided by 7 equal 3. هنا بنلاحظ ان التول فراكشن اللي هم which are equivalent اللي هم 3 over 5 equal 3 over 5 اللي هي 15 over 25، يبقى دول تو فراكشن اللي هو are equivalent اللي هم متساويين. بقولي work out 2 over 3 of 42، 2 over 3 by 42 equal، بنحط 2 over 3 by، انا عندي ال 42 عبارة عن 3 by 14، 3 مع 3 cancel out، 2 by 14 equal 28، يبقى 2 over 3 of 42 equal 28. عندي في number 27 here are the highest of some children، ده أطوال بعض الأطفال. عندي هنا calculate the range of their heights، الرينج هنا معروف ان هو biggest number minus smallest number، أكبر رقم ناقص أصغر رقم. عندي
biggest number اللي هو 156 minus وأصغر رقم عندي اللي هو 134. عندي 156 minus 134 equal 22 سنتيمتر، يبقى الرينج عندي 22 سنتيمتر. هنا بيقول لي the range of the highest of three adults is 17 سنتيمتر. Write down possible heights of the shortest and the tallest adults. عندي دول ثلاث أطوال، اللي في النص هنا 165، اللي بعده يبقى more than 17، يبقى اللي بعده زيادة 17، واللي قبله minus 17. يبقى أنا عندي هنا بالنسبة للبنت دي يبقى 165 minus 17 equal 148. بالنسبة للي بعده أو النكست بقول 165 plus 17 equal 182. في number 28 بقول لي write 3 different whole numbers in the boxes to make multiplication correct. بنحط هنا ثلاث أرقام عشان تبقى عملية المالتيبليكيشن صحيح. عندي هنا بقول لي the numbers must be greater than one، راجل الأرقام تكون أكبر من الواحد. عندي هنا في الأولاني بنقول 2 by 3 equals 6 by 10 equals 60، يبقى نحط هنا 2 by 3 by 10، هنا ده كله equal 60. بقول لي write all numbers in the box to make this division correct. The numbers must be greater than 1. هنا برضو اعمل العملية ديت بحيث انها الديفيجن دي تبقى correct. عندي هنا بنقول 120 divided by 2 equal 60. يبقى نحط هنا في البوكس الاولاني ده 120 ونحط هنا 2. في number 29 write in the missing digits to make this calculation correct. حط هنا الأرقام اللي ناقصة عشان تعمل عملية multiplication ديت صحيحة. عندي هنا في اللحظة ديت بنقول 1032 divided by 6 equal، هتطلع هنا 172. في اللحظة ديت بنحط هنا 1 وبنحط هنا 2. في number 30 بقول لي here is a compound shape made from two rectangles. عندي ده شكل مركب متكون من two rectangles، وهنا محتاج calculate the perimeter of the shape، محتاج المحيط بتاع الشكل ده كله، و calculate the area of the shape، ومحتاج المساحة. هنا بنرسم ال compound shape او الشكل المركب اللي قدامنا، وبنقول هنا دي 4 سنتيمتر ودي 6 سنتيمتر. عندي هنا دي 12 سنتيمتر، يبقى 12 minus 6 equal 6 سنتيمتر، يبقى المسافة دي كده 6 سنتيمتر. وعندي هنا 9 سنتيمتر، وعندي دي 4، يبقى 9 minus 4 equal 5 سنتيمتر، يبقى السايد ده أو الجنب ده 5 سنتيمتر. عشان أجيب البريميتر عبارة عن 6 plus 9 بلس 12 بلس 5 بلس 6 بلس 4. يبقى انا عندي هنا البريميتر 6 بلس 9 بلس 12 بلس 5 بلس 6 بلس 4، بنجمع ده كله بيديني 42 سنتيمتر، يبقى البريميتر ايكوال 42 سنتيمتر. عندي الاريا، الاريا عباره عن انا عندي فيه 2 ريكتانجل، الريكتانجل الاول عباره عن 4 باي 6، يبقى انا عندي 4 باي 6 بلس عندي هنا 5 باي 12. عندي في الاريا هنا بنقول 4 باي 6 ايكوال 24، وعندي 5 باي 12 ايكوال 60. 24 بلس 60 ايكوال 84 سنتيمتر سكوير. بنلاحظ هنا ان الاريا سنتيمتر سكوير، لكن البريميتر سنتيمتر بس. لغايه هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهاية حل النموذج الثاني لامتحانات كامبريدج. انتظرونا في حل امتحان الثالث إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.